شخص مبلغا لأجل فتح الحساب لفتح حساب لأخذ قرض ربوي من البنك بدون علمي، فهل علي شيء؟ إذا كنت لم تعلم بذلك أقررت على أنه يريد به الحلال فأنت غير مؤاخذ، يكون الإثم عليه هو. أما إذا كنت تعلم عن ذلك فإنك تكون متعاونا معه على الإثم والعدوان، كلاكما آثم نعم وعاصم نعم.